السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا احنا عارفين وقلت كتير ان لما تلاقوني لابس النظارة دي تعرفوا ان الموضوع بعيد تماما عن الهزل، وان احنا دخلنا فيه بنتكلم في مواضيع على درجة عالية من الخطورة والسرية، وممكن نقدر نعتبرها معلومات مخابراتية. الشخصية اللي هي تم الدفع بيها دلوقتي، بيتم الاعداد ليها والدفع بيها، وتم تحذير السيسي من المساس بها. طيب، علاء مبارك كان في احد الحفلات في الساحل الشمالي، كان موجود في متوجه للحفلة، وفي المكان اللي كان موجود فيه تعمد ان هو، وعلى فكرة معاه طاقم حراسة، تعمد ان هو يركن العربية ويزنق على واحد قريب السيسي، هو متجوز بنت اخوه، و ابوه يبقى اللي هو مجموعة الصافي، اتعمد كده وسابه. وبعدين الولد حب ياخد العربية، وهم كانوا قاعدين مش بيتفرجوا، قاعدين مع اصحاب مع اصدقائهم وكده، وطلب بعت واحد برضو من الامن بتاعه يكلم مع علاء مبارك. فعلاء مبارك قال له كلمة جميلة جدا، قال له اطمن ما فضلش كتير، اطمن ما فضلش كتير. علاء او جمال مبارك من الشخصيات اللي هي يعني يعتبروا جزء من النظام الدولي، وبعدين لو نزلوا في انتخابات هيلاقوا أصوات كتير تنتخبهم. في ناس كتير قوي يعني شيء مبسوطين، يعني فرحانين جدا بفترة حكم الرئيس حسني مبارك، والناس اللي ما عاشتش معانا فعلا أيام حسني مبارك، لا عادي جدا جدا كان الشعب فعلا، الإنسان العادي جدا مش شرط تكون غني، كنت بتاكل فول عادي جدا في أي وقت، يعني بتلاقي طبق الفول كده وبطاطس وكده، والله والطعميه دي كانت ما بتقطعش من كل بيت، مش شرط كنت تبقى مليونير زي دلوقتي، لا لا، هي كانت الامور كانت احسن بكتير يعني بصراحه، وده اللي مخلي الناس يعني ناس كتير بتحن لهذه الايام. يعني حتى الناس اللي كانت، احنا كان عندنا تقريبا عدد كبير في المقابر وكده، بس ما كانتش بالزنقه اللي احنا فيها دي. طبعا علاء مبارك مش الشخصية اللي انا بقول لحضرتك عليها دي، انا بس كنت بقول لك على قصة بتحصل دلوقتي، ان في حراك بيحصل، في حاجات تغييرات بتحصل، واحنا بحكم وجودنا في امريكا فاحنا بيوصل لنا الحاجات دي، يعني مثلا قاعد مثلا بتشتري حاجة من سوبر ماركت، فبتسمع بتلقط كلمة من هنا، بتعمل كلمة من هنا، راكب مع تاكسي، راكب، يعني فاهم ازاي، احنا قاعدين في امريكا. الـ 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 الشخصية العسكرية اللي هي بالتحديد محمود حجازي، الجيش لما يدفع بيها فهو هيضمن أكتر من حاجة. محمود حجازي برغم أنه هو أحيل للتقاعد، لكن تواجد في ببدلته العسكرية وزار يوم الثلاث السابق بعض الوحدات العسكرية ببدلته العسكرية، بما يعني هذا الموضوع من يعني خطورة جدا. انت واحد كنت رئيس اركان، دلوقتي في رئيس اركان تاني، فهو تفقد ببدلته العسكرية وبحراسة خاصة بعض الوحدات العسكرية في تحدي سافر للسيسي. احنا طبعا شفنا ناس كتير اتكلموا على ان محمود حجازي هو الشخصية العسكرية اللي هتبقى نازلة، وطبعا لو الجيش نزل حد قصاد السيسي فهو خلاص كده السيسي يبقى مفيش خالص. لكن مش هو ده الشخصية اللي تم تحذير السيسي منها وقالوا له ما تقربش منه، مش هو ده، لان الجيش هو الحل الامثل ليه، وانا كنت قلت لحضراتكم الكلام ده، الحل الامثل ليه هو الوجود وجه مدني يتم مسح كل
مصايب السيسي فيه. طنطا حجازي اللي هو فريق محمود حجازي اللي هو رئيس الأركان اللي هو المرشح اللي كانوا بيقولوه في الجيش، كان هيقعد فترة 4 سنين كان هيتم فيهم، ما ينفعش وجهة النظر بتقول ما ينفعش ان السيسي يكون اخر واحد بيحكم دلوقتي من الجيش، لان كده الجيش هيبقى اتحرق خالص. لازم واحد يجي يحسن الموضوع من الجيش، لازم واحد من الجيش يجي يحسن الموضوع بحيث يعني ينسي الناس الجيش عمل ايه في ال4 سنين. لكن احمد طنطاوي بقى هو مدني تماما، والجيش محتاج حاليا حد يمسح في كل الكوارث. احنا نعرف مثلا على سبيل المثال عشان يبقى كلام واضح، عارفين ان في حاجه اسمها سد النهضه، وان الجاسوس راح باع ميه النيل، مش باعها يعني، تخلى عنها يعني لاغراض تكتيكيه لوضع حبل المشنقه حوالين مصر، بحيث يكون الحبل المشنقه ده الحبل طرفه في ايد اسرائيل. لكن الى الان في ميه بتيجي لك، الى الان في ميه، فلما الميه هتنقص لازم يكون في واحد مدني هو اللي يلبس. وبعدين هتقول لي الناس ولا هتعرف، انت عندك نسبه كبيره جدا من الناس حاسبه الرئيس محمد مرسي الله يرحمه على مثلا حوادث القطارات، بالرغم ان الرئيس محمد مرسي ملوش علاقه، يعني الناس دي هي اللي موجوده دلوقتي بتقول ولا يوم من ايامك يا مبارك، ما حاسبوش مبارك على 30 سنه ما صلحش فيها القطارات، لكن حاسبوا الراجل بعد شهرين وقالوا له انت ليه. ففكره ان انت تلبس الموضوع لواحد مدني فكره تكاد تكون مضمونه. يبقى احنا لما نقول للسيسي ما تقربش من واحد مدني، ده هيخدم الغرض اللي احنا بنقوله. لكن برضو احمد طنطاوي مش هو الشخص اللي تم التحذير السيسي منه. ليه؟ لان انا ما اعرفش مين بصراحه اللي تم التحذير السيسي منه. ليه؟ لان مفيش اي حاجه من اللي قلتها خالص في الفيديو ده لها اي علاقه بالحقيقه، بس ده نوع نقي من المخدرات. جميل، عظيم، ممكن دلوقتي كنت اقول لك قصه علاء مبارك كنت اخليها اكثر تشويقا. واخد بال حضرتك ازاي؟ وهقول لك ان هايدي علاء مبارك جاب بصه البت كده بنت اخت السيسي وراحت قالت لها ما هو الفلوس مع تيوس، يعني ممكن كتير جدا. ممكن محمود حجازي ده بدل ما كان دخل وحده ناس التحموا بيه فاشتبك معاهم. ما فيش اي حاجه من اللي انا قلتها طبعا دي ليها اي علاقه باي حقيقه خالص. لكن ده نوع المخدرات، بحيث لما نيجي قصاد وقت الحقيقه ناس دلوقتي بتكلمني، ناس محترمه جدا والله بتكلمني بتقول لي يا باشمهندس هو ده وقت الضلمه ده مش وقت مثالي لقياس الجاهزيه. قلت له والله يا ابني ده يعني، قلت له والله يعني ده اكتر وقت مناسب، بس هو فين؟ هي وصلت لمين؟ ما احنا ضيعنا وقت كبير قوي، 4 5 سنين 10 سنين في المخدرات، ضيعنا وقت كبير قوي. الناس بتحب كده، الناس بتحب القصص. ماشي، اتفرج على محمد رمضان لما تبقى عاوز تتسلى، اتفرج على محمد رمضان. لكن عاوز تغير الوضع اللي انت فيه، شوف ايه الخطط المطروحه. ما هو ممكن حد يدي خطط احسن من خطه المفاصل، ممكن والله، بس خطط. ما ينفعش ان انت تقضي حياتك كلها قصاد واحد بيقول لك ان السيسي وحش. طب ما انت مش لاقي تاكل، ما انت عارف ان السيسي وحش. او يقول لك يلا يا جماعه نغير، ما يقولكش نغير ازاي، ما يقولكش نغير ازاي، يلا هلم بينا نغير. يا عم احنا لا يعنينا اي سيناريو من ال3 سيناريوهات دول. والله طبعا هيأثر علينا، بس عاوز اقول ايه، احنا هنظل مفعول به. لو علاء او جمال مبارك، لو محمود حجازي طبعا اكيد ده الجيش، لو احمد طنطاوي، لو في ناس جايباه، الناس دي جايباه لاغراض تخصها هي ما تخصكش انت. طبعا انا اتمنى ان السيسي يغور بقى تحت اي احتمال، لان مع غوران السيسي هيحصل حلحلة في ملفات كتير جدا، يعني المعتقلين هيطلع منهم عدد كبير، اللي هيحاولوا ان هم يعني يخفوا عن الناس شويه في حاجات كتير وكده ماشي، بس هنظل محتلين برضه. هتظل انت مهدد بين كل لحظه واخرى ان يجي لك واحد زي السيسي يعمل فيك الكلام ده. طب لحد امتى تفضلوا حضراتكم قاعدين تسمعوا مخدرات؟ كان وقت مثالي جدا دلوقتي ان احنا ندعو الناس الى
الخروج الى قياس جزئي وانزلوا بالليل ربع ساعه اول يوم وتاني يوم في حاله الغضب الشديده دي، والناس بتنزل اصلا في الحر كانت حاله مناسبه جدا. بس انا عشان اكون امين، هل الدعوه دي وصلت لحد؟ ما وصلتش طبعا. هل الدعوه وصلت لحد؟ طب هل الدعوه دي بما هو مرتبط بيها بعد كده من ثوره ومن مش عارف ايه الناس مستعده له حاليا؟ لا، لانه هو اعداد ضعيف جدا جدا نظرا لقناه. امبارح انا كنت بتكلم مع مولانا الشيخ سعيد القصبي، اللي هو الشيخ سعيد القصبي اللي هو الامام اللي ليه الفيديو المعروف بتاع العسكري الظالم ده، العسكري الغلبان، وهو امام مسجد يونيون، وهو يعني بالنسبه لي هو مرجعيتي يعني في كل ما احتار في حاجه باخد رايه. فانا بكلمه كنت محتاج حاجه، فجاب لي واحد اخ صديق عزيز على التليفون، انا يعني ما كانش في بينا سابق معرفه. فالراجل بيقول لي، الاخ العزيز ده بيقول لي: انت كنت نشيط، ايه اللي جرالك؟ والله يا جماعه هذا ما حدث، ايه اللي جرالك ما بقتش تطلع بقالك فتره طويله ليه؟ قلت له: انا كل يوم بعمل فيديو او فيديوهين. الراجل استغرب ما بيوصلوش، كل يوم بعمل فيديو او فيديوهين ما بيوصلوش. ليه؟ لان انا بتكلم عن خطه، حتى لو الخطه دي يا عم مش كويسه، بس خطه. نكرر تاني، مفيش حاجه خالص عشان الاقي واحد يقول لا طبعا، ولا قصه ولا اي حاجه خالص محمود حجاز، ولا اي حاجه خالص، ولا حد حذر حد، ولا اعرف اي حاجه. اعرف منين يعني؟ احنا نعرف منين؟ هنعرف منين؟ لو انا ليا مصادري اللي هي الخاصه، فمصادري الخاصه دي هتديني المعلومات بتمن، وهقولها سواء هي صح ولا غلط، هقولها، لان الحدايه لا تقذف بكتاكيت. ونشوفكم ان شاء الله باذن الله تعالى على خير.